السلام عليكم. النهاردة هنتكلم مع بعض على ويكلت اكستنشن. ويكلت اكستنشن ده اكستنشن بينزل جوه الكروم بالمنظر ده. تعالوا نشوف مع بعض ازاي ان احنا نحصل عليه. ان انا بكتب في السيرش ويكلت اكستنشن وبعدين بنزل وبعدين اروح اقول له ايه اعملي داونلود ليه. هتفتح لي صفحة جديدة، الصفحة دي هتروح تقدر تعمل منها اد على طول. هنا طبعا عشان انا مسطباه هو بيقول لي ريموف، لكن لو انت من جديد هيقول لك ايه اد تو كروم. انا عملت له اد وبعدين بقى عندي موجود بالمنظر ده. ايه الاستفاده ان انا اتعامل بيه؟ لو انت عندك مشكله ان انت فاتح تابات كتير قوي وده متعب جدا، يعني دي برزنتيشن وده مش عارف الكولكشن بتاعي وبعدين ده كوميونيتي بتتكلم على كذا، التابات الكتيره دي التعامل معاها صعب قوي. لكن لو منزل ويكلت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان كل التابات المفتوحه فوق دي موجوده هنا. طب اتعامل بيها ايه وايه الميزه؟ مش انا عامله مجموعتين والمجموعتين دول بيتكلموا على موضوعين مختلفين؟ اوكي، جاست ان انا اقول له ايه، لا انا عايزه البرزنتيشن دي اللي كانت مفتوحه فوق اوكي عايزاه في الكولكشن ده، اوكي بقت دان. لا انا عايزه الترانسليتور ده يبقى موجود مثلا هنا، اوكي. وانس ان انا بحط الحاجه بيقول لي ايه؟ بيقول لي تعال نشوفها مع بعض كده. يعني عايزه مثلا الكوميونتي دي تبقى جوه الكولكشن علشان ما اقعدش ادور عليها واروح لتابات كتير، اروح سايباها كده. هيقول لي ايه؟ ان الايتمز دي سيفد فين؟ في الكولكشن اللي انا عايزاه. فوانس انك انت عندك ويكلت اكستنشن، يعني ده معناه انك انت حليت مشاكل التابات الموجوده اللي مفتوحه كتير قوي.